مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. وليد محمد مصطفى، الوزن 175 كيلو، جاي اعمل عملية تكميم المعدة مع دكتور كريم صبري. شفت دكتور كريم صبري في التلفزيون بيعمل عملية وحبيت ان انا اعملها، وان شاء الله عملية ناجحة باذن الله. استنوني بعد العملية. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. النهارده هوريكم تكميم معده الاستاذ وليد، 175 كيلو، 32 سنه. الحقيقه طبعا احنا في بعض العينين بنعمل تحويل، والبعض الاخر بنعمل تكميم، وفي عمليات اخرى زي تحويل مسار المعده المصغر او تحويل مسار المعده التقليدي. في عمليه جديده اسمها الساسي او ثنائي التقسيم، او العمليه اللي هي اسمها البايبرتيشن. دي عملية تحت الإجراء أو تحت البحث. في عملية زي تحويل مسار الاثنى عشر، كل دي عمليات هوريها لكم النهاردة. لكن خلينا نقول حالة أستاذ وليد، احنا هنعمل تكميم معدة. إذا كنا مش بنحب السكريات بشراهة، أو مش من مدمن السكريات، أو احنا مش مصابين بالسكر والسكر بتاعنا مش منتظم قوي، ممكن نعمل تكميم معدة. هي عملية قوية في إنقاص الوزن إذا تم استخدامها استخدام الأمثل. بتنزل نزول وزن تدريجي دون الرجوع للوزن مرة أخرى أو زيادة الوزن مرة أخرى. بس خلينا نقول إن احنا في التكميم بنحاول نحافظ من أو نبعد عن السكريات اللي هي بناكلها بكميات كبيرة. هنستفيد من العملية استفادة تامة. العملية تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، بيتم استئصال تقريبا أكتر من 80% من حجم المعدة، وما يتبقى من المعدة ده بيبقى ثابت في كل العيانين. بندخل جهاز البوجي داخل المعدة وبنقص ما تبقى من المعدة. البوجي أو الجهاز الكاليبريشن تيوب بياخد شكل المعدة اللي المفروض تكون عليه، اللي هي هتخسسنا أو تخلينا الوجبة بتاعتنا توصلنا للوزن المثالي. بعد استئصال أو التخلص من الجزء الأكبر من المعدة، طبعا الجزء ده بيبقى فيه معظم هرمونات الجوع الجريلين. الجزء ده لما بيتشال بيخلينا بنشبع بسرعة، ما بنجوعش إلا على فترات كبيرة، وبالتالي نزول الوزن بيبقى سريع ونزول إن شاء الله مؤكد وآمن. رجوعنا للعمل ممكن نرجع بعد يوم من إجراء العملية. احنا بنقعد 12 ساعة، أقل من 12 ساعة بنكون خارجين من المستشفى بعد إجراء العملية، وممكن نرجع لشغلنا زي ما قلنا في خلال يوم ما بعد إجراء العملية. هوريكم العمليات إن شاء الله النهاردة، ونطمنكم على الأستاذ وليد ما بعد العملية إن شاء الله. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار. أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. انا يعني النهارده هوريكم انشور عمليه تكميم المعده. عمليه تكميم المعده هي اول خطوه فيها ان احنا بنعزل المعده عن مجموعه الدهون اللي حواليها، اللي هي دي. ده باستخدام جهاز الجشور او الهرمونيك لو كنا بنستخدم جونسون في بعض الاحيان. هي طبعا احنا المعده دي هيتم تصغيرها الى 80% من حجمها. دي قبه المعده زي ما احنا شايفينها، دي قبه المعده الحجم الكبير ده. دي طبعا الشكل ده اللي هيطلع ما بعد العمليه. طبعا دي الدباسه اللي احنا بنستخدمها. الدباسه دي عباره عن
يعني آله بتدخل خلال قطر يعني 2 سنتي او اقل. الحقيقه طبعا احنا بنركب فيها الدبوس زي ما هتشوفوا دلوقتي، بنبتدي ندبس ونفصل المعده الى جزئين، الجزء اللي احنا هنشيله والجزء اللي احنا هنسيبه ده اللي هو بعد كده هناكل فيه. فدي الطريقه اللي بتدبس بيها الدباسه. طبعا بتبقى التدبيس بيبقى عباره عن 3 صفوف يمين 3 صفوف شمال، السكينه بتقطع في وسطهم وبالتالي تفصل المعده الى جزئين، الجزء المتبقي والجزء اللي هو هيتم عزله. بالصوره اللي احنا شايفينها دي يتم عزل المعده الى جزئين. الدبوس طوله 6 سم، بعد انتهاء ال 6 سم دول بناخد دبوس كمان بالشكل اللي احنا شايفينه ده الى ان يتم عزل المعده الى نهايتها، تبقى عباره عن جزئين. احنا بنمشي على الكاليبريشن تيوب بحيث ان احنا ما نعملش ضيق في المعده، وكمان ما نسيبش جزء كبير بحيث العيان برضو يخس كويس وينزل في وزنه مظبوط. احنا ماشيين طبعا لحد ما نوصل لنهايه المعده، ده يعني دبوس كمان ودبوس، يعني هتاخد كمان 3 دبابيس كمان، يعني بالمعدل تقريبا 6 دبابيس او 5 دبابيس في بعض العيانين. الجزء المتبقي هو الثابت في كل العيانين، الجزء المستأصل هو ده اللي ممكن يكون متغير ما بين عيان وعيان زي ما احنا شايفين كده. الجزء لازم نحافظ عليه، ناخد قطر المعده المتبقيه. ده شكل المعده بعد التدبيس، خلينا نطلع معاه عامل زي المزايه كده بالظبط كده، زي المزايه الصغيره. طبعا ما نسيبش جزء كبير من قبه المعده بحيث ان ما يبقاش ده مساحه ان هو يخزن فيها الاكل ما بعد العمليه. بنعمل اختبار تسريب دلوقتي بالمنظر ده، بنقفل بوابه المعده الخارجيه وبنحقن ماده زرقاء بقوه عاليه، بنخلي المعده عباره عن زي البالونه. اتفضل بالمنظر ده، احنا عاملينها زي البالونه دلوقتي عشان تضغط على الدبابيس كلها بحيث ان احنا لو في اي مشاكل في المعده تبان بعد كده. هي دي ببساطه تكميم المعده، وده شكل المعده ما بعد تكميم المعده اهو، عامل زي المزايه الصغيره بالشكل ده بحيث ما يكونش فيه اي نوع من الالتواء او اي نوع من يعني عدم الاستقامه. شكل المعده صغير زي ما احنا شايفين، قبه المعده احنا شلناها كلها بحيث ما يبقاش فيها جزء اتمدد بعد كده بالاكل. عملنا اختبار التسريب وعملنا اختبار كمان النزيف بحيث العيان ما يكونش عنده فرصه ان شاء الله للنزيف او التسريب ما بعد العمليه. الاسم وليد محمد مصطفى، العمليه نجحت الحمد لله. ده عايز يعمل عمليه تكميم يجي يعملها، ده دكتور كريم صبري. بسم الله الرحمن الرحيم، بطمنكم على الاستاذ وليد. الحمد لله هو قام بسلامه، عمل تكميم معده معانا النهارده. احنا في خلال اللي هي الساعتين ما بعد العمليه، الحقيقه طبعا المفروض ان احنا بنتمشى دلوقتي، بعد 6 ساعات بنبتدي نشرب، خلال 12 ساعه بنبتدي نروح بالسلامه اعاده العمل بعد يوم من اجراء العمليه. عمليه تكميم المعده زي ما شفنا هي عمليه خفيفه، وزي ما شفنا في العمليات يعني تجهيزها بسيط، العمليات بتاعتها بسيطة برضو في وقت قصير. ما بعد العملية في ساعتين بنلاقي نفسنا في وضعنا الطبيعي، ونزول الوزن يعني بيبقى مؤكد، وخلال فترات بسيطة بننزل الوزن اللي احنا عايزينه بصورة منتظمة صحية سليمة، وتمنياتنا للشفاء لكل الناس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير.
الخير، مساء الفل على كل مشاهدين اتغير مع يمنى. حلقه جديده وعندنا النهارده ثلاث فقرات. فقرتنا الاولى هنتكلم فيها مع جميع الرجال وجميع السيدات وجميع الاعمار اللي بتعاني من تساقط الشعر او انه الشعر ده خفيف او في مشاكل في الشعر. يعني اعتقد انه معظم الناس بتعاني من الموضوع ده. احنا النهارده هنعرف هو ليه الشعر بيتساقط، ليه الشعر بيبقى خفيف، هنعرف انه هل لو في كم طبيعي للتساقط او نسبه معينه للتساقط لو زادت يبقى كده في مشكله مرضيه ولا لا. هنعرف انه لو في سن معين للتساقط ولا التساقط ده او الضعف ده ممكن يحصل في اي وقت. كمان هنعرف ازاي نحافظ على شعرنا من المشاكل دي كلها، وهنعرف اكتر عن تقنية زراعة الشعر اللي غزت العالم كله دلوقتي. واعتقد انه يعني اقول الرجال اكتر بيلجأوا لهذه التقنية وهي تقنية زراعة الشعر، لان نتائجها هائلة جدا ومثمرة جدا وحققت نجاح كبير. خلوني في البداية ارحب بضيفي العزيز اللي معايا في فقرتي الاولى، دكتور هشام شعبان استشاري جراحة الوجه والانف بالمركز الطبي. ازيك يا دكتور هشام؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله تمام. احنا عاوزين نعرف بقى تساقط الشعر امتى بيعتبر طبيعي وامتى بيعتبر حالة مرضية. بص يا منى، هو تساقط الشعر ده كل واحد سواء ولد او بنت، كبير او صغير، لازم بيمر بيه في مرحله من حياته. لان الشعر نفسه له دوره حياه معينه، بيبتدي الشعره تبتدي في مرحله النمو، وبعدين تبتدي في مرحله الثبات، والمرحله اللي بعد كده بتبتدي تقع. فطبيعي ان في معدل لتساقط الشعر، ده بيعتبر في المعدل الطبيعي في خلال تقريبا بيبقى تقريبا من 100 ل 150 شعره في اليوم، ده ما فيش فيه اي مشكله خالص. طيب الموضوع لو زاد عن كده بيبتدي الشخص نفسه يلاحظ التساقط ده في صوره ايه؟ ان المخده اتملت اكتر من الطبيعي، ان الحمام بقى الشعر فيه كتير. في واحد يقول لك انا بمسك شعري بيطلع في ايدي، او واحده تقول انا بمسك شعري بيطلع في ايدي، يبقى دي حاله مرضيه. لكن في تساقط طبيعي جدا اللي هو في المعدل الطبيعي بتاع دوره حياه الشعر. الواحد بيعمل كده مثلا يا جماعه، يعمل كده يلاقي بيطلع اهو، ده طبيعي. بس انت ده طبيعي؟ طبيعي. بس الشعر لو جاف معدل سقوطه بيبقى اقل من الشعر لو مبلول. فلو احنا نعمل اختبار بسيط كده، ان احنا بنمسك جزء من الشعر ونشده، لو هو جاف وطلع فيه اكتر من 4 أو 5 شعرات، ده يبقى يبتدي ندور فيه مشكله، في ضعف في الشعره نفسها. لو اقل من كده لا، ده طبيعي جدا، ما فيش فيه اي مشكله. طيب ليه بيحصل الموضوع ده؟ وهل هو ليه سن معين او حاله مرضيه معينه او في ظروف معينه بتخلي الشعر يقع يعني؟ بصي، هو ما فيش سن معين لتساقط الشعر. بيبقى من الشباب وهو صغير خالص، من سن 13 14 سنه ممكن يبتدي يلاحظ ان شعره بدا يخف. المرحله اللي هي ال 20 وال 25 دي عاده بتبقى حاجات نفسيه، ضغوط نفسيه، تغيرات في الهرمونات، فبيبتدي يحصل تساقط للشعر. في المرحله السنيه بقى اللي بتبقى اكبر من كده شويه بيبتدي يخش العامل الوراثي فيها والعوامل الخارجيه اللي بتاثر على حياه الشخص. فكل مرحلة ليها نوع من تساقط الشعر بيبقى اللي هو السائد فيه، لكن ممكن يحصل بحاجة لما حالة مرضية في أي فترة من الفترات ديت. في تساقط شعر إن هو يعني مثلا ممكن حالة مرضية دي تيجي وتروح. الحالات النفسية، الضغوط النفسية طبعا بتأثر على تساقط الشعر بصورة كبيرة جدا. في طلبة يجي أيام الامتحانات بيبقى منهار من تساقط الشعر، يبقى يقول أنا شعري بيقع وهصلعه ومش عارف إيه. لا، هو مش هيصلعه ولا حاجة، هو شعره بيقع بس بزيادة في المعدل الطبيعي، زاد معاه شوية نتيجة الضغوط النفسية اللي عليه. مجرد أن الضغط ده يروح بيبتدي شعره يرجع طبيعي، وتبتدي السايكل بتاع دورة حياة الشعر ترجع بصورة طبيعية تاني، وما بيبقاش فيه أي مشكلة خالص. طب إيه الحلول بقى؟ دلوقتي واحدة شعرها بيقع وخفيف، ايه الحلول؟ تعمل ايه هي عشان او هو؟ بصي، هو الحلول بتبتدي من ان انا لازم اشوف المشكله الاول. يعني هي اولا انا بنصحهم دايما يبعدوا عن النصايح بتاعه صحابهم وجيرانهم والحاجات دي، لازم يشوف ده في شويه خلطات بالظبط، حاجه كده ايه يعني فظيعه، ما اعرفش ازاي بتتحط على الشعر دي. ده في حاجات بتتحط على الشعر انا شايف ان هي بتضر الشعر، بتعمل التهابات في فروه الراس اكتر ما بتنفع. اصل انت ممكن يكون فروه راسك نفسها فيها مشكله او فيها التهاب، فلازم يعني تتعالج. ما تقولوش دي حاجات طبيعيه مش هتاذي، لا انا ممكن تاذي. يعني بيحط توم على شعره، ده توم وفي التهاب، ده ايه بقى ده؟ ده يدمر الدنيا. ده طبعا غير الريحه اللي بيعملها. ده غير الريحه الفظيعه طبعا. احنا عايزين نشوف الحلول العلميه بقى. طيب احنا لازم نحدد المشكله الاول. هاخد تاريخ مرضي من الشخص اللي قدامي،
كامل عن الفتره اللي سبقت التساقط الشعر والحاجات دي. لو في ضغوط عنده نفسيه دي طبعا ده علاج بالبلازما. ده بلازما؟ ده حقن بالبلازما جدا. بيبقى على جلسات. يعني احنا بنعمل جلسات حقن البلازما ودي حل من الحلول اللي احنا بناخدها في الاول مع العلاجات التانية لغايه ما نشوف ايه سبب الرئيسي للمشكله. يعني انا ببتدي اعمل شويه تحاليل للعيان في الفترة دي، انا ببتدي اديله غذاء لفروة الراس عشان اعالج لو في اي مشكلة ظاهرة عنده. طيب هتقولي الصورة اللي قبلها البي ار بي دي اللي هي البلازما. انا عاوزاها الصورة التانية اللي كانت قبل دي. انتوا دي المراحل، انتوا شايفين المراحل. دي بقى المراحل. احنا بنعمل بلازما اللي هي البي ار بي البليتلت ريتش بلازما. تمام. بنستخدمها مع حاجات تانية بتتحط عليها زي خلاصة البلاسينتا والدوتسترايد والحاجات دي كلها على حسب نوع الحاله. لو هي حاله فيها صلع وراثي او مش فيها صلع وراثي بنحدد نوعيه الحاجات اللي احنا هنحطها مع البلازما نفسها. طيب دي بلازما ولا دي بلازما؟ دي حقن بلازما بيتاخد جلسه كل شهر. تمام. لمده 8 جلسات يعني على 8 شهور وبتدي نتائج حلوه جدا، وخاصه لو اتعملت بالبلازما الحقيقيه البي ار بي الحقيقي. طب هو ايه المشكله انها تتعمل بالحقيقي؟ لا في حاجات، في اماكن كتيره بيعمل ببلازما اللي هي الرخيصه. في الفكره الفكره في ايه؟ في نوعيه الانبوب الانابيب اللي احنا بنستخدمها في فصل البلازما. هي الفكره في نوعيه الانابيب، لكن دي بتفرق طبعا. هي دي الاساس اصلا في البلازما. هو البلازما دي ايه؟ ده دم انا واخده من العيان وبعد بعمل له فصل وحنه له مره ثانيه. طيب يبقى انا ايه التكلفه في كده؟ مفيش تكلفه، التكلفه كلها في الانابيب اللي انا بفصل فيها البلازما، وده اللي بيفرق فعلا وبيعمل فيه اختلافات كبيره قوي في اسعار البلازما من مكان لمكان. في اماكن بتعمل بلازما دي باسعار ممكن ب 150 جنيه و200 جنيه. طبعا ده كلام فارغ يعني، مفيش اصلا كويس. لا الانبوب اللي احنا بنستخدمه في فصل البلازما اصلا ثمنه معدي 600 جنيه. طيب يا جماعه الحاجات دي بتفرق طبعا، عشان ما تروحوش اماكن وتقولوا ما جابتش نتيجه. ما جابتش نتيجه علشان الماتيريال اللي بيستخدموها رخيصه. انا يجي لي مثلا الواحد او الواحده يقول لي انا عملت جلسات بلازما وبيبقى منفعل وبيبقى متضايق، ومجرد ان انا اجيب له سيره البلازما لا انا مش هعمل بلازما تاني ومش عارف ايه. انا بساله سؤال بسيط جدا، هو انت كنت عملت الجلسات بلازما دي بكام؟ هو الرد بقى هو اللي يعرفك اذا كانت كويسه ولا لا. كنت انت عامل البلازما دي في مكان فعلا محترم، مكان موثوق فيه، ولا الحاجات اللي هي ايه يعني بتمشي الامور كده واتحسبت انت عملت جلسه بلازما هي مش جلسه بلازما على فكره. زي اللي بيعملوا ليزر في اماكن برضو ما اعرفش مصدرها ايه ويقول لك ما جابش نتيجه معانا، اللي هو بتاع ازاله الشعر. طب ما هو الجهاز بيبقى وحش طبعًا. مش ليزر اصلا. لا ده ممكن يحرق كمان يعني يزود فانتوا نقوا الاماكن اللي بتروحوها واسالوا على الماتيريال اللي اللي بتتحط لكم او بتستخدموها، مش عيب. نوعه ايه؟ عادي. طبعا انت من حقك تشوف الانبوب وتسال. انا عاوز اشوف الانبوب اللي انت بتشتغل بيها بالظبط. انا عاوز اشوف الماتيريالز اللي انت بتحطها لي، ده حقك. لازم تشوف انت هتدفع ثمن الجلسه، لازم تشوف الحاجات اللي انت بتستخدمها. فعشان كده دايما انا لما بسمع عن كلمه لا انا عملت بلازما كتير وما جابش نتيجه، لا البلازما بتجيب نتيجه ونتيجه حلوه جدا، بس اختار المكان الصح اللي تعمل فيه جلسه البلازما. طب دي كام جلسه؟ هي عاده احنا بنعمل كورس كامل 8 جلسات. بنبقى على حسب المواد اللي احنا بنحطها مع البلازما بنحدد اذا كانت هتتعمل كل اسبوعين ولا كل شهر. وبتبقى على حسب بقى الحاله اللي قدامنا بقى. طيب اللي ما يعرفش البلازما هي بتبقى سريعا نقولها لهم. هي بسحبه عينه من الدم. بناخد عينه الدم منك. أيوة. بناخدها تقريبا 10 سم بنحطها في انبوبه اللي هي انا بقول الانبوبه اللي هي الكي بتاع الموضوع كله، بنفصلها وبنبتدي ناخدها في سرنجات. بتعالج بطريقه معينه؟ بتعالج بطريقه معينه وبنحطها في سرنجات رفيعه جدا، بنبتدي نحقن في فروه الراس. هي ما فيش فيها اي الم ولا فيها اي حاجه. طيب احنا نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه. مكان واحد بس في الشرق الأوسط هتلاقي فيه أجمل ابتسامة بترحب بيك من لحظة دخولك، وكل الموجودين في المكان عندهم هدف واحد إنك ترجع شباب. أهلا بيك في المركز الطبي الدولي، يلا بينا نرجع شباب. كان عندي مشكلة في تساقط الشعر، كان شعر طويل بدأ يتساقط بكترة. بعد كده بقيت البس الكاب فبيجي يتساقط اكتر وعملت لي مشكله. فبعد كده شفت اعلانات المركز الطبي فجيت كشفت عند الدكتور هشام فطمني وقال لي بالنسبه لتساقط الشعر في حل اسرع، هو حل زراعه عمليه الشعر. وان شاء الله انا جيت وباذن الله يعني اتغلب على مشكله تساقط الشعر دياتي وان شاء الله العمليه تنجح.
مساء الخير، انا الدكتور هشام شعبان استشاري جراحه الانف والوجه بالمركز الطبي. معانا النهارده حاله الاستاذ مصطفى. المشكله بتاعته هو جالنا تقريبا من اسبوعين، كان هو متخيل ان هو هيجي هيبقى ياخد علاجات بس للشعر وكده، بس احنا بعد ما شفت المشكله بتاعته ولقيت ان كثافه الشعر عنده قليله جدا، حتى لو عملنا له العلاجات الطبيعيه سواء ميزو ثيرابي او ميزو هير بلازما، كل الحاجات ديت ان احنا لان مش هتاثر معاه خالص، لان هو اوريدي عنده تساقط كثيف للشعر ووصل لمرحله الصلعه. فكان الحل الامثل للمشكله بتاعته هي زراعه الشعر. احنا بنعمل هنا في المركز الطبي زراعه الشعر باحدث الطرق الموجوده عالميا، اللي هي الفوليكولار يونت اكستراكشن. دي طريقه امنه ما فيهاش اي مشاكل خالص، بتدي نتائج كويسه جدا. طبعا ده باختلاف يعني عن الحالات الزراعه القديمه خالص اللي كان بيستخدم فيها ان انا باخد شريط من فروه الراس من ورا وبزرعه في منطقه اماميه، او ان انا باخد الشريط اللي فيه شعر من ورا ده وبقطعه وبزرعه في المنطقه الاماميه. لا، الطريقه الجديده اللي هي الفوليكولار يونت اكستراكشن دي افضل الطرق حاليا في زراعه الشعر، ودي اللي بتدي فعلا نتائج هائله جدا. فده كان الاختيار الامثل له، موضوع زراعه الشعر عندنا هنا في المركز الطبي. الموضوع عمليه زراعه الشعر عمليه امان ما فيهاش اي مشاكل خالص. العيان مجرد ان هو ياخد القرار ان هو يعمل عمليه الزراعه، بنبتدي نعمل له شويه تحاليل كده نتاكد ان هو ما عندوش فيروس سي ولا اي نوع من الفيروسات. بنعمل له اختبار لفروه الراس نفسها. بعد كده بيبتدي ياخد نعمل عمليه زراعه الشعر، وبعد ما بنعمل عمليه زراعه الشعر بيبقى في متابعه مع المركز عندنا هنا، بنعمل له جلسات بلازما وميزو هير لمده ست جلسات بين كل جلسه وجلسه اسبوع عشان نحسن من سرعه نمو الشعر ونعمل تغذيه لفروه الراس عشان تدي نتائج احسن. احنا دلوقتي في المرحله النهائيه، في مرحله اختطاف، ان احنا بناخد كل شعره بالبوصيله بتاعتها وبنجمعهم، بنختار الاصلح البصيلات الاصلح ونبتدي نزرعهم مره تانية. بس احنا دلوقتي في المرحله اللي احنا بناخد فيها البصيلات نفسها، الشعره بالبوصيله بتاعتها. احنا طبعا بنختار افضل اقوى شعرات اللي هي بتبقى موجوده في المنطقه الخلفيه من الراس دي عشان نضمن سلامه الشعره بالبصيله بتاعتها. بنجمعها وبعد كده نبتدي ناخد افضل الشعرات اللي فيها اللي هي تنفع تتزرع ونبتدي نزرعها في المرحله اللي بعد كده. وان شاء الله نشوفكم في المرحله الاخيره بقى في زراعه الشعره نفسها. احنا دلوقتي في المرحله النهائيه من عمليه زراعه الشعر للاستاذ مصطفى. ديت المرحله اللي احنا بنعمل امبلانتيشن بقى للشعره نفسها بالبصيله بتاعتها في المكان بتاعها اللي احنا حددناه مسبقا. احنا بنبتدي بنزرع الخطوط في خطوط من الخطوط الاولانيه للخلف، بنبتدي نعمل امبلانتيشن لكل شعره بالبصيله بتاعتها في مكانها، وبنحاول على قد ما نقدر نقرب البصيلات من بعض عشان يبان ان هو الشعر طبيعي ما فيش فيه اي مشكله، عشان ما حدش يلاحظ اصلا ان انت زارع شعر. يعني الاستاذ مصطفى ان شاء الله بعد ما يطلع من العمليه والشعر يبتدي ينمو، ما حدش هيعرف ان هو زارع شعر، لاننا زارعينه بتقنيه حديثه وتقنيه احدث التقنيات اللي موجوده دلوقتي في زراعه الشعر. وبعد كده بيبتدي مرحله المتابعه اللي هيجي لنا فيها بقى في المركز، نبتدي نديله حقن بلازما وحقن ميزو هير للشعر عشان نحسن ونسرع من عمليه نمو الشعر، وان شاء الله يبقى راضي جدا بالنتيجه وساعدنا بيكم في المركز عندنا، وان شاء الله نشوفكم في عمليات تانية ان شاء الله. يلا بينا نرجع شباب.
طبعا احنا شفنا التكنيك بتاع العمليه ومنتظرين بقى النتيجه. تقولي بقى النتيجه هتبدا تظهر من امتى؟ بصي، هو اول ما بنزرع بيبقى في كثافه كبيره في الشعر اللي احنا زرعناه، بعد كده بيحصل تساقط طبيعي جدا للشعر اللي اتزرع، وبعد يقعد تقريبا من شهرين لثلاث شهور، بعد ثلاث شهور بيبتدي ينمو الشعر كله مره واحده. بتلاقي يعني ما يلاقوش لما يحسوا ان في تساقط. احنا بنقول دايما للعيان كل الحاجات ديت، انت ست شهور ما تسالنيش عن النتيجه، بعد ست شهور هنشوف بقى النتيجه. حاله الاستاذ مصطفى اللي احنا شايفينها قدامنا ديت، ان شاء الله الشهر الجاي هنجيب لكم النتيجه النهائيه بتاعتها، وهي هايله لان احنا بنتابعه كل شهر، وبيجي لنا يصور ياخد الجلسات بتاعته كل شهر، والنتائج فعلا كويسه جدا ان شاء الله. هي زراعه الشعر بقت ترند دلوقتي، بقى يعني معظم الرجال عاملين زرع شعر. ليه بقى؟ لانها فعلا بتجيب نتيجه كويسه جدا، ومفيش منها اي اضرار ولا مشاكل ولا بيحصل في اي مشكله خالص. ما دام خدت قرار زراعه الشعر وانت مناسب لزراعه الشعر، ما هو برده في حالات مش بتبقى مناسبه لزراعه الشعر، خدت القرار بنعمل زراعه الشعر وبتدي نتائج حلوه جدا. انا عاوز اقول لكيومنا ان احنا دلوقتي بندي نتائج احسن من مراكز ثانيه كتير بره، وفي حالات كتيره دايما كتيره جات لنا عملت حاجات بره واحنا عدنا عليها ان احنا زودنا لها الكثافه بتاعتها وادينا النتائج فيها احسن من الزراعه الاصليه بتاعتها. انا عايزه اقول لكم حاجه، هو الناس فاكره انه بره مصر زراعه الشعر متطوره بقى، وكانوا بيسافروا فعلا كتير. انا مش متحيزه ليكم، بس انا شفت بعيني ناس اعرفهم شخصيا كويس جدا عملوا زراعه شعر في المركز الطبي، والنتيجه تحفه. يعني الناس نفسها بتسال اللي عامل انت عامله فين بالظبط، انت حضرتك فاهم يعني، فالنتائج حلوه. لا احنا عندنا طبعا لو الجهاز حلو والمكان حلو والدكتور اللي بيشتغل نفسه دقيق، طبعا النتيجه هتطلع احسن من بره 100 مره. وبعدين في حاجه ثانيه عايز اقول لك عليها، واوفر كمان من انت لما بتسافر بره انت خلاص علاقتك انقطعت بالمكان اللي انت زرعت فيه، لكن احنا قدامك بتتابع معانا. بالظبط، لكن انت هنا بتتابع. بالظبط، واحنا بنبقى مهتمين جدا بالنتيجه بتاعتنا، لان العيان في وشنا اصلا على طول، فمش هينفع ان احنا ما نديلوش نتيجه مرضيه. صحيح. انا بشكرك يا دكتور هشام على وجودك معايا النهارده، ضيفي العزيز دكتور هشام شعبان. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقرتين بعد الفاصل، استنونا. هحكي لكم حكايه. دي ندى بقالها كتير قوي نفسها تخس، وعندها مشكله في منطقه البطن والاجناب والظهر، والمشكله دي كانت بتخليها تصحى من عز النوم بالليل من كتر ما هي مش عارفه تتنفس. حتى وهي خارجة في لبس معين بس اللي المفروض تلبسه، وطبعا اللبس ده اللي بيلم الدنيا ويداري الديفوهات زي ما بنقول. حتى وهي بتشتري لبس كانت دايما بتجيب مقاسات أكبر من سنها، وطبعا أبعد ما في خيالها إن يجي اليوم اللي تلبس فيه المايو اللي بتحبه. من كتر ما كانت زهقانة فقدت الأمل، وبقت تاكل اكتر من الاول لانها مش عارفه تخس ولا تعمل دايت. دي ما كانتش بتعرف تحط رجل على رجل، كانت ما بتحبش تنزل من البيت، وده كله بيرجع لثقتها اللي كانت مهزوزه بنفسها وشبه مش موجوده اصلا. وجي يوم كان نقطه تحول في حياتها، وهي قاعده بتتفرج على التلفزيون لقت المركز الطبي الدولي وحالات بتتكلم عن عملية شفط الدهون، وفعلا راحت المركز الطبي الدولي وقابلت الدكتور. وأقنعها بالعملية وعملتها. بصراحة ما كانتش مصدقة انها تشوف جزء من نتيجة العملية بعد 24 ساعة، بس بعد 10 ايام ندى بقت واحدة تانية خالص. دي بقت تعرف تحط رجل على رجل.
تنام لحد ما بتشبع نوم. وطبعا سيبكوا من كل اللي فات، دي مش مصدقة ان بقت تلبس اللبس اللي بتحبه. ميرسي قوي للمركز الطبي الدولي. شكرا للمركز الطبي الدولي اللي رجع لها ثقتها في نفسها مرة تانية. كبر حجم البطن عند السيدات، الكرش عند الرجال، خلينا نقول بمعنى ايه ابسط، يعني الواحدة لما تخلف لها مرة ولا اتنين ولا تلاتة تلاقي بطنها كبرت كده وبطن محترمة يعني، ولا عارفة تلبس ولا عارفة تعمل اي حاجة ومتعقدة ومعيشتها كلها بايظة، والراجل بعد الجواز بكام سنة تلاقيه بطنه كبرت كده. في 100 سبب وسبب يكبروا البطن دي. اولا ممكن تكون البطن دي فيها ترهلات، ممكن تكون فيها دهون، ممكن تكون العضلات بتاعت البطن نفسها مش مظبوطة. فهو الظاهر لينا ان البطن كبيرة، لكن لما بقى بنتكلم بشكل علمي لا، في اسباب كتير قوي كلها تقدر تقضي عليها شفط الدهون. يعني شفط الدهون وتصليح العضلات يقدر يقضي تماما على موضوع الكرش او البطن الكبيرة اللي بتعاني منها السيدات كلها، معظم يعني السيدات او رجال كتير جدا. هنتكلم عن التقنية دي ونعرف ازاي انتي او انت من خلال العملية دي بتبقوا شخص، وبعد العملية بتبقوا شخص تاني خالص مشدود مفيش بطن، لان البطن بتشوه. يعني البطن الكبيره دي بتبوظ معالم الجسم، حتى لو الواحده جسمها حلو وعندها بطن خلاص انسي، انت مش هيبان ليكي اي معالم. هنعرف اكتر عن عمليه اصلاح الجدار الامامي للبطن واصلاح البطن عامه من خلال جراحات التجميل وشفط الدهون مع ضيفنا العزيز دكتور ايمن انديل، استشاري جراحه التجميل بالمركز الطبي. يا اهلا يا دكتور ايمن، ازاي صحتك؟ يعني مهما كانت الواحده حلوه وجسمها حلو، ولا لو الرجل جسمه كويس وعنده بطن او عندها بطن بتروح خالص المعالم الحلوه، صح ولا غلط؟ طبعا اكيد، يعني يعني البطن دي بتشوه المنظر، المنظر كله. طبعا. طب احنا عاوزين نعرف ايه الاسباب اللي ممكن تخلي يطلع لنا بطن؟ طبعا الوزن الزياده نمره واحد، نمره اتنين الحمل المتكرر، ونمره ثلاثة القولون والمعده في الرجال وفي السيدات برضه يعني. اكيد طبعا. طيب التجميل بقى بيدخل ويعمل ايه دوره بقى في الموضوع ده؟ ازاي بتخلوا من بطن كبيره لمفيش بطن خالص؟ هو اختيار الطريقه اللي بنعالج بيها هي دي اهم حاجه. يعني ممكن ان عيانه تكون محتاجه شفط دهون بس، تمام، ممكن تكون محتاجه شفط دهون و شد بطن، وممكن تكون عضلاتها مترهله والدهون عندها قليله، فدي بتحتاج لتامي تاك او تصليح لجدار البطن الامامي. لكن غير يعني، لكن يعني ممكن كذا طريقه نستعملها في العينه الواحده، يعني تعمل لها كذا حاجه. ممكن اعمل لها كذا حاجه، وده اللي بنسميه نحت ده اللي بنسميه نحت. طب خلينا نتكلم عن الشفط التقليدي العادي خالص. واحده جايه لك عندها بطن، تمام، انت يعني بتختبر ازاي بطنها؟ يعني بتعرف ازاي او بتعرفها ازاي انت لازم لك عمليه شكلها ايه؟ لازم الكشف الدقيق جدا على العيانه دي. نمره واحد لازم يكون ما عندهاش فتق مثلا دي حاجه تانية، دي حاله مرضيه. لا بس دي تمنع الليبوسكشن، تمنع شفط الدهون. طب مش ممكن نصلحه؟ ما هو لا، ما يتصلحش يعني ما ينفعش نعمل شفط دهون وفي فتق. يعني لازم تصلح الفتق ده الاول، وبعدين تعمل كده. لا بنعمل لها تصليح لجدار البطن، تصليح لجدار البطن، ما بنعملهاش شفط، لان الشفط بيبقى خطر في هذه الحالات. تمام. لازم تكون عضلات بطنها قويه، ودي باختبار معين بيتعمل في العياده، بنشوف عضلات البطن قويه ولا العضلات مترهله. يعني ممكن تكون بطنها دي كلها عضلات يعني ضعيفه وما عندهاش دهن ولا حاجه، يعني ممكن ما يكونش عندها دهن، بس هو بيبقى باين لو في دهون بتبقى بس في كده وفي كده، يعني في كده وفي كده، في كده وفي كده. يعني في ناس بتبقى ما عندهاش دهن كتير بس عضلات بطنها مترهله. الرجال بتبقى دهون، ولما بنفتحها بنبص نلاقي العضلات 2 ملي.
الرجال بتبقى اكتريتها دهون ولا عضلات متراهله؟ لا لا بيبقى دهون. ده دهون. دهون اصيله وانتفاخات يعني. ده من القولون بقى والمعده والاكل الكتير وكده. طب احنا معانا صور خلونا نشوفها كده على الشاشه يا جماعه مع بعض. ده راجل يعني. ده رجاله. ده معمول له شفط دهون. حلو قوي. طبعا باين الفرق بقى فلات. طبعا. طيب اللي بعده دي برضو سيدة. قبل دي بقى سيدة قبل وبعد برضو معمول لها شفط دهون. طيب يعني بس اعتقد ان دول يا دكتور كانوا شفط دهون بس. دول شفط دهون بس. لا دول من غير شد. ما كانش فيها شد. لا ما كانش فيهم شد. طيب اعتقد ان عملية شفط الدهون دي من اسهل العمليات. يعني الواحدة اللي هي تجي لك وتقول لها انت هتحتاجي شفط بس دي تبقى محظوظة. هي طبعا هي شفط الدهون سهل جدا للعيان. خاصة في البطن. خصوصا في البطن او في اي حتة يعني. شفط الدهون بالنسبة للعيان. دلوقتي الشفط بقى سهل جدا بالنسبة للعيان. وبيكون مجهود بس شوية على الاستاف او على الدكاترة يعني. طب هو هل في فرق بين عملية شفط الدهون بس وعملية تصليح جدار البطن؟ جدار البطن ده تصليح اللي هو شد العضلات يعني؟ اللي هو شد العضلات. وبنشيل الدهن والجلد والزيادات وبنحط السرة في المكان الصحيح بتاعها. ودي بتعمل منظر تاني خالص غير اللي بيكون موجود قبل كده. يعني بتعمل شيب؟ بتعمل وسط؟ بتعمل شيب. لو في يعني في عضل بتبقى العضلات قدامنا. فبنقدر هي العضلات دي تحت تحت الدهن يعني. في جلد. يعني جلد. جلد وبعدين دهن وبعدين العضلات. اوكي. عضلات حضرتك وبعدين المصارين بقى والحاجات اللي تحت مالناش دعوه بيها خالص. الا اذا كان في حالات الفتق. فعشان كده احنا في الفتق ما بنعملش احنا بنشيل بنفصل بنيجي العضلات بتبقى قدامنا. بنقلب نصها لجوه. فبنشدها تتشد. وممكن كمان عضلات الجناب اصلا كمان برضو تتاخد بتقيفوها يعني. تتاخد بنس كده. يعني اللي قدام تتقيف واللي في الجناب تتاخد بنس. تتاخد بنس بالظبط كده. عشان تتعمل الكيرف ده. عشان تتعمل الكيرف ده. وبعدين الجلد بيتفصل مظبوط على الجرح وتشال كل الزيادات. والسره بنرجعها في مكانها لان ليها مكان اصلا مفروض ان هو موجود. طيب. حضرتك شوفي مثلا الحاله دي اللي قدامنا دي عيانه يعني جايه عشان تعمل شفط دهون. لكن للاسف ان عندها فتق. دي عندها فتق. اوكي. وما عندهاش دهن بالكميه الكبيره اللي هي كانت متخيلاه. طيب. عندها ترهل في عضلات البطن. تمام. فدي كان لازم تعمل تصليح لجدار البطن بالكامل. وتركب لها شبكه على الفتق. وطبعا دي رجعت توع شخص تاني خالص. رجعت شخص تاني. طب احنا كنا عايزين نشوف الصوره بتاعت اللي بعد. الحقيقه ما بنحبش نطلع صور العيانين بتوعنا كتير يعني. لا بس ده مهم للساده المشاهدين يا دكتور يعني. ان هم يشوفوه. ان شاء الله فيما بعد يكون معانا صور قبل وبعد اكتر من كده. فاذا تصليح جدار البطن من الحاجات اللي بتغير من الشكل خالص. يعني ايه تصليح جدار البطن؟ يعني العضلات اللي بتبقى مترهله دي. تمام. ودي بتيجي بقى من الولاده الكتير والحاجات الكتير دي. في لانه في ستات كتير قوي تقول لك ده انا رحت عملت عمليه شفط دهون وتصليح ما اعرفش ايه وما جابتش معايا نتيجه. طبعا لان العضله طويله. العضله ما تصلحتش اصلا كده. طبعا. فلازم ده مهم جدا. ودي ولما بترجع لنا بقى تاني بعد يعني هي مش عاجبها النتيجه طبعا بعد شفط الدهون. لما بترجع لنا بتبقى العمليه اصعب. لان نتيجه لشفط الدهون بتكون نسيج ليفي كتير فبتبقى العمليه اصعب. فهو من الاول خالص يستحسن ان الواحد يختار العمليه المناسبه للمريض المناسب. بالظبط. ويختار برضو الدكتور الامين يا دكتور. لان في ناس بتعمل يعني اقول لك ايه البحر طحينه زي ما بقول لك. يعني تجي لهم واحده لا تصلح انها تعمل عمليه شد بطن من غير شفط. يعني انا بشوف كده كتير جدا. واحده المفروض لازم تشفط قبل ما تشد. يقول لها ده انا هشد لك. طب ما هي بتشد وبطنها تفضل قد كده. طبعا لازم اختيار العمليه يكون صح. ولازم الكشف الجيد على المريض. ولازم المريض يسمع كلام الـ طبعا. لا انا مش هضر المريض حتى لو هو مش قادر يفهم. مش هقدر اضره لان دي مسؤوليه. لكن انا بحاول افهمه مره واثنين واشرح له
ولغايه لما يكون عارف هو المفروض يعمل ايه يعني. طب انا عاوز اعرف ايه هي اهم مميزات العمليه دي يا دكتور، وهل هي عمليه بتحتاج لفتره نقاهه كبيره، بتستغرق وقت قد ايه في العمليات؟ يعني لو واحده ست دلوقتي جايه ايه بتقول لك انا عاوزه اشفط واشد بطني واصلح جدار البطن واظبط بقى بطني بقى وخلفت وخلصت وكل حاجه وعايزه بقى ايه تروق نفسها إيه، وعندها عيال مثلا او عندها مسؤوليات، فهي بتبقى عاوزه تعرف التفاصيل. الجرح شكله ايه؟ هقعد قد ايه في العمليات؟ هطلع بعد قد ايه؟ همارس حياتي بشكل طبيعي امتى؟ النتيجه النهائيه هتبان امتى؟ تمام، الموضوع في منتهى البساطه جدا. اولا العيانه بتخرج تاني يوم على طول من المستشفى. تمام. بيبقى في حاجه اسمها درنقه عبارة عن خرطوم كده، هي شايلاه في ايدها كده زي ما بتشيل الشنطه. اوكي. ده بيقعد كام يوم؟ دي بتقعد 10 ايام. بس بتبقى بتتحرك في البيت وتروح وتيجي ولابسه كرسي. اوكي. بعد 10 ايام بنشيل لها الخرطوم ده اللي هو الدرنقه، وتمارس حياتها بعد كده عادي جدا ولا كانها عامله عمليه، بس تكون لابسه كرسي لمده شهر او شهر ونص. تمام، بشكل طبيعي. يعني الموضوع كله بياخد 10 ايام. الموضوع يعني شويه القلق كلهم بيبقوا في اول 10 يعني ايام، بعد كده خلاص. يعني في ستات بتاخد الدرنقه دي تحطها في شنطه كده وتتمشى بيها في المولات يعني. انا شفت ناس كتير يعني وروحوا بيها مشاوير وبتاع وحطوها في شنطه بلاستيك كده وخلاص يعني مفيش مشكله فيها خالص. اذا الموضوع سهل وبسيط وبقى منتشر بشكل كبير وانتشار، وده دليل على ان هو سهل وبسيط ومش مزعج ولا اي حاجه خالص. انا بشكرك يا دكتور ايمن على وجودك معانا النهارده، دكتور ايمن انديل. هنروح لفاصل، بعد الفاصل بشرتك مع ماسي. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of Maci Doro Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. سيدات كتير جدا جدا بتحب تبقى شكل النجمات او تبقى بلوك النجمات او في مظهر النجمات، وتقعد تشوف الصور تقولك بصي دي حلوة ازاي، بصي دي عملت ايه. انا في رأيي ان كل واحدة تقدر تبقى نجمة، على فكرة مش شرط تبقى نجمة سينما او نجمة تلفزيون او نجمة مسرح او بتطلعي في التلفزيون بشكل عام او اعلامية، انت تقدري تبقى نجمة في محيطك وسط مجموعتك،
في بيتك وسط اولادك في وسط صديقاتك في وسط المجتمع اللي انت عايشه. انت بتاكلي كافيار بقى يعني انت راضيه انت بتقولي بقى ايه ده واو انت بتاكلي كافيار انت بتحطيه بقى على بشرتك على بشرتك الكافيار كمان في ريسيرشز مؤخرا اثبتت ان الكافيار شكله زي شكل السكنسل الخليه بتاعه الجلد يعني بيقول لك ان هو فيه ميه وبروتين واحنا جلدنا فيه ميه وبروتين يعني فيه كولاجين والاستين وفيه ميه فبيقول لك ده خلى امتصاصه يبقى البنتريشن بتاعه وامتصاصه الابزوربشن بتاعه للبشره يبقى عالي فالكافيار انتي اوكسيدنت اي حاجه انا اي حاجه وانا بقرا عليها انتي اوكسيدنت هاتوها انا عايزه من دي طبعا فالانتي اوكسيدنت موجود طبعا الانتي اوكسيدنت في الذهب كمان يعني الانتي اوكسيدنت موجوده في الكافيار اللي هي الانتي اوكسيدنت دي احنا محتاجينها مضادات الاكسده لان الاكسده دي بتيجي نتيجه التعرض لاشعه الشمس مثلا الاكسده دي نتيجه التدخين كتير في ناس بتدخن كتير قوي دلوقتي بقى مؤخرا احنا زي ما احنا عارفين بقى موضوع التدخين ده بقى منتشر قوي فده احنا عايزين نعالج بقدر الامكان ونروح في السكه الكريمز نبدا فيها بدري يعني هتحسن لما حدش يقول انا لسه بدري لا. عليا او انا واحده تقول لمامتها مثلا عاوزه ماسي مثلا تقول انت عندك 20 سنه ليه من دلوقتي هل ده صح؟ نبدا لا احنا نبدا بدري الكريمز ده نبدا فيها بدري هنلاقي نفسنا احنا بعد فتره مش محتاجين ان احنا نعمل لف ليه لان انت بدا اوريدي بدري يعني عارفه ازاي مش انت راحه تعالجي يعني انت بتروحي تعالجي علشان انت عندك مشكله وانا ليه اجيب المشكله من الاساس انا مش عايزه المشكله تحصل انا عايزه بشرتي تبقى نضره صحيه فالمكونات الكونتس دي خطيره الهيرونيك اسيد اللي موجود الكولاجين الكافيار السيراميد دكتور اوز كان بيتكلم كنت بتفرج انا طبعا دكتور اوز بحب جدا كلامه عن الصحة والجمال والتجميل كان بيتكلم عن السيراميد وكان بيتكلم على الارجيلين اللي موجود اللي هو الاستايل هيكسابتايد كان بيقول الكلام والريسيرشز اللي موجودة دلوقتي ازاي تشدي بشرتك وازاي تنور بشرتك بالحاجات دي فانتي كده بتبتدي تبقي بدري تهتمي بالبشرة عايزة توحي لون البشرة زي ما قلت لك في ناس عندها تصبغات في ناس دايما البقع تبقى ظاهره كل الحاجات دي بتتوحد ووشك بينور جدا وانا شايفه يعني انا ماسي عموما انا عن تجربه انا حبيته جدا من اول استخدام الاحساس اللي بيجي لك فعليا يعني ناس كتير اللي جربته فعليا الاحساس اللي بيجي انت بتحسي ان انت جراديوري ماشيه صح انت ماشيه صح انت ماشيه صح فعلا انت بداتي كده تمشي صح بداتي صح احنا كمان السكس اكشنز مكتوبين على العلبه خلينا نقولهم للساده المشاهدين يا دكتوره السكس اكشنز اللي موجودين طبعا موجودين على العلبه عندنا نفسرهم بالعربي للناس كده عشان يبقوا احنا فهمين. عندنا هنا انتي رينكلز هو مضاد للتجاعيد عندنا انتي ايج احنا ضد مش عايزين شيخوخه يعني التقدم في العمر كل ده هو بيحسنه بيحافظ عليه بيقلل الفاين لاين زي ما قلنا والخطوط التعبيريه والتجاعيد البسيطه كل دي بتروح خالص عندنا الوايتنينج احنا قلنا بيدي بيفتح لون البشره احنا محتاجين البشره تبقى فيها نضاره فيها حيويه بيفتح لون البشره بيفتح زي ما قلنا الذهب الكافيار الانتي اوكسيدنت الموجوده تفتيح لون البشره عندنا النورشنج عندنا التغذيه عندنا الترطيب عندنا الفيس ليفتنج ده بقى اهم حاجه يعني الجلد. كل شد الجلد احنا محتاجين في ماسي دول سكس اكشنز يخلوكي انت يبقى عندك كونفيدنت عندك ثقه بنفسك انت عارفه الواحد لما بيبص قدام المرايه كده ويلاقي حاجه تعباه ما بيعرفش ينام بيتنكد بيبقى متضايق بالاخر يعني بيبقى بقى في حاله كده يعني انت عارفه لما تقفي قدام المرايه كده يومنا وتلاقي فجاه انت كنت كويسه جدا وحتى ايه حتى لو ما نمتيش مثلا كويس شويه بيبان طب بيبان الاجهاد على الوش انت عارفه انت انت بتحسي انا ساعات اقول ايه انت ازاي تحسي ان انت زمان لو احنا مثلا لو حد صغير كان ينام على السرير الاطفال تلاقيهم ايه بيقوموا لو ناموا على مخده بتعلم بس بتروح على طول بتروح على طول البشره مشدوده حلوه البشره حلو. فيها كولاجين لسه البشره مشدوده جدا فتلاقي ايه الالاستين اللي موجود مع الكولاجين في شده فتلاقيهم ايه بعد ده يروح على طول هوا دلوقتي بقى اي حد يقول لي انا بقوم من النوم الاقي الخط خد فتره قبل ما يروح
طب ما انت كده بدات كده انا لازم بقى كده مش حلو. انا محتاجه ان انا احط بقى ايه اتجه بسرعه الحق نفسي. انا عايزه الالاستين الموجود في البشره الالاستين يبقى موجود مشدود، عايزه احافظ عليه، عايزه احافظ على محتوى الميه الووتر كونتنت اللي موجود في البشره. فلا يعني ماسي مجموعه مكونات محطوطه جوه كريم، انت لو جيتي تفصليها واحده واحده هتلاقي ان الكريم ده هايل في ايه؟ انه حاطط لك العناصر الاساسيه اللي اي ست واي امراه واي بنت عايزاها. انت عايزه ايه؟ انت تقفي قدام المرايه تبقي واو، تبقي مبسوطه، تبقي مبسوطه. ايه اللي احنا عاوزينه؟ وشايفه كده قولي جميله، مش محتاجه بقى ميك اب، لان انا الموضوع ده انت عارفه في ناس كتير بتخفي بالميك اب وعايشه على الميك اب، بس طبعا لما بتغسل وشها وتقف قدام المرايه بيبان بقى الحقيقه، بتقعد تكلم ببان. نفسها قدام لا لا انا مش عايزه كده. احنا عايزين ان الناس تلجا، انت عارفه الجائي دايما للحاجات اللي تاخر من ظهور التجاعيد بدري بدري. يعني انا مش عايزه ان انا اتاخر لحد. وبعدين خدي بالك الميك اب الكتير، انا كل يوم انت كل يوم ميك اب، كل يوم ميك اب. احنا عايزين حاجه تدي نضاره. انا بحط ميك اب واحط شويه بلاشر عشان يديني نضاره وبامبي. طب انا اوريدي لو انا كل يوم هيبقى عندي روتين من الكريمز اللي انا بحطها مهتميه بالبشره. طبعا في حاجه مهمه، انا عايزه انضف بشرتي خالص قبل ما انام واحط الكريم علشان ازود الامتصاص بتاعه. فيديني نتيجه. هو ما بيتغسلش يا دكتوره هند؟ يعني بتحط وتنامي بيه عادي؟ وانت حتى الصبح وانت خارجه حطيه، وحطي شويه البلاشر انت هتحطيهم او الكريم اللي انت بقى هتبتدي تحطي شويه ميك اب كده فوقيه. انا قصدي ده خليه البيزك بتاعك، ده خليه يبقى روتين يومي مع ميسي. انت هتحسي لوحدك بالفرق. طيب احنا هنروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin would look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دكتوره هند، دايما بنصح الساده المشاهدين ان هم ما يشتروش حاجه او ما يجيبوش حاجه الا اذا كانت مضمونه، ومضمونه دي يعني مرخصه، يعني ليها تراخيص. ماسي دورو جولد مش واخد ترخيص واحد بس، ده هو واخد ثلاث تراخيص من ثلاث اماكن مختلفه. فعلا يا يمنى، ماسي دورو جولد مرخص من وزاره الصحه المصريه والاتحاد الاوروبي وحكومات دبي
والتراخيص هنشوفها معانا على الشاشه دلوقتي، لانه ودايما بنعرضها لانه ده من حق الساده المشاهدين ان هم يعرفوه. طبعا طبعا لانه في ناس بتقول انا اضمن منين او انا طبعاً النتيجه كل الحق انا لازم اكون واخده كريم ومتاكده منه. فعلشان حتى وانا ابقى باجي احطه على وشي ابقى عارفه ان هو مضمون. فالتراخيص دي طبعا لازم المشاهدين ولازم الكلاينتس يكونوا عارفين الكريم ده هل مرخص ولا لا. حاجه مهمه جدا وماسي طبعا. يعني هو في جرانتي جوه. في جرانتي جوه. جرانتي ده اللي هو شهاده الضمان يا جماعه. اهو ان هو مرخص والترخيص بيبقى مكتوب على العده. وهنا كمان الذهب علشان الناس تبقى عارفه ان هو في 23 ايراد من الذهب، والترخيص بيكون موجود ومكتوب على رقم العلبه. ممكن يقدروا بيبقى مكتوب، فممكن الناس تستفسر. واكيد انتوا هتنزلوها للمشاهدين. هي بتنزل فعلا على الشاشه. وكمان طريقه التواصل ازاي؟ طب في ناس كتير بتقول انا عايزه ماسي بس مش موجود في الماركت. من خلال بقى ارقامنا اللي موجوده بتنزل هنا دايما عندك يا يومنا على الشاشه. دايما التواصل بيكون دايركت على طول. احنا بنسهل على الناس الموضوع ده لان احنا الحمد لله ما شاء الله ماسي دورو جولد عامل مبيعات يعني الحمد لله من كل حته بيجونا. مش طبقه معينه لا يعني؟ لا لا مش ناس معينه لا يعني؟ خالص خالص. انه بيقولوا ناس معينه انا بستغرب. احنا في ناس بتجينا من محافظات ومن من اماكن انا اول مره اعرفها. اول مره حتى اسمع عنها وبستغرب ان هم بيكلمونا بيعرفوا يوصلوا لنا. ويمكن كمان ان احنا عاملين لاين دايركت كده ان الناس تتصل بينا على طول. ده مسهل على الناس التواصل دايما مع ماسي دورو جولد. في عندنا الفيسبوك بتاعنا. خلينا ننزل عندكم كذا صفحه على الفيسبوك. خلينا نشوف بعض الصفحات كده نزلوها على الشاشه عشان الناس برضو تبقى عارفه شكل الصفحات بتاع ماسي دي. برضو تقدروا تتواصلوا من خلالها مع ماسي. طيب دكتوره هند، كمان انتوا ليكوا فروع طبعا مش بس موجودين في مصر. فروعكم فين بقى؟ احنا طبعا عندنا هنا المكتب موجود في القاهرة ماسي فارم ايجيبت. وفي عندنا ماسي فارم ده موجود ايطالي موجود في ايطاليا. وفي عندنا ماسي فارم جولف. وده في جبل علي. وان شاء الله باذن الله قريبا جدا هيكون ماسي فارم في امريكا في فلادلفيا. طب كويس جدا يعني. الحمد لله. لا الحمد لله دايما الانتشار ده بيبقى معناه نجاح. طبعا طبعا. بصي انا بحب جدا ان احنا لما بنيجي نتكلم عن منتج يعني تكوني انت واثقه منه. علشان حتى هيبقى انت وانت بتحطيه. لو الدكتور نفسه وانت بيسالوني ناس كتير قوي يا دكتور انت بتحطي ايه عشان الجلو، اقول لهم على طول لازم عشان جلو والبشره نضره لازم احط ماسي دورو جولد حتى قبل اي كريم. فدي عارفه الحمد لله يعني هو الاساس. انت عارفه هو الأساس. انا بحس ان هو انا ما بحطش كريم اساسي يوم. انت ما كانتش راضيه بتقول لا انا حاطه ماسي مش هحط اي حاجه. اقول لهم ما تحطوليش مكياج. ما تحطوليش انا مش هضيعوا اللمعه. اقول لهم هتضيعوا اللمعه بتاعت ماسي. انا حطاها في الذهب والكولاجين والسيراميد والكافيار. الحاجات دي عامله نضاره. وانتوا عايزين مصممين لولا الكاميرا والله ما كناش حطينا اي حاجه خالص. بقى هنعمل ايه؟ وانا عايزه اوري للناس الجلو بتاعه يعني النضاره. احنا هنطلع في مره من غير غسله وشك. هي نفسها على فكره انا عايزه هي واثقه في نتائج ماسي بطريقه فظيعه. فهي الدكتوره هند هتطلع لكم مره غسله وشها كده وحطها ماسي وتوريكوا بقى الدنيا شكلها عامل ازاي. وريكوا بقى ازاي ماسي. هل في طريقه معينه للاستخدام؟ انت طبعا لما تيجي تحطي كريم يراعى ان انت بتحطي الكريم من تحت لفوق. عارفه ازاي كده؟ وبعدين كده يعني تشدي على عكس فوق الجاذبية. عكس الجاذبيه طبعا ده اي كريم يعني. وانت بتحطيه لازم يكون من هنا كده كده. بصي اطلعي كده لفوق كده بتشدي. شايفه الشده تحت العين تبقى كده. وهنا تحت العين كده وحوالين هنا انا بحط برده فاين لاينز عشان الخطوط التعبيريه بتاعت المصل زي ما قلنا. وهنا هنا بقى دي انا كانت مضايقاني جدا على فكره. كانت دي دايما الخطوط دي بتاعه الفرونتاليس المصل دي بتضايقني. بس انا مؤخرا بقيت استخدم موجوده يعني. بصي لا دلوقتي مفيش اي انا حاطه الكريم وكل يوم بحطه. فانا حاسه انها ابتدت خلاص. بصي الخطوط دي الحمد لله شويه جراديولي بتقل بتقل. فبس انا بقيت 3 شهور يعني. طب حلو جدا يعني. بقيت 3 شهور يعني النتيجه النهائيه نبدا احنا يوم بعد يوم بنحس بفرق.
يوم بعد صح يوم. عشان الناس ما تستعجلش لا في الموضوع وما تقولش ان انت اول ما هتحطيه يعني حاجه الناس تنسي. يعني انت عندك تجاعيد هنا وهنا وهنا اول ما تحطي هت مفيش حاجه كده غير ان انت تحقني مفيش حاجه كده. وطبعا انا مش عايزه انا هنا انا عايزه الكريم انا عايزه ابدا بدري يعني انا عايزه استخدم الكريم عشان ابدا بدري فادام هبدا بدري معلش. والكريم ده كمان انا نسيت حاجه مهمه جدا ان الكريم ده الحاجات اللي فيه من ضمن الحاجات الرائعه اللي موجوده عندنا في ماسي دور جولد التكنولوجي اللي بيدخل بيها جوه الكونتنتس بتاعته دي عايزين ندخلها البشره فماشيين على معايير وحاجات حديثه جدا مستخدمين النانو عشان تكنولوجي عشان يبقى سهل الامتصاص طبعا احنا مستخدمين هنا النانو تكنولوجي نانو تكنولوجي نانو بارتكلز دي بتخلي الاكتيف انجريدينتس او المكونات بتاعته الاساسيه بشرتي تمتصها. حطي كده ماسي دور جولد هتلاقي ان انت بشرتك ما بقتش زيتها زي ما لا بنقول لا لا مش مزيتها خالص تحطيه هتلاقي البشره المكونات البشره امتصته. انا عايزه ايه غير ان انا البشره بتاعتي تمتص محتوى الكريم عشان اخد الفايده. النانو تكنولوجي دي ده لا ده علم حديث يعني هو مصنع بتقنيه النانو تقنيه النانو دي تضمن لي يعني ايه بقى نانو يعني النانو بارتكلز دي تقنيه حديثه جدا معموله علشان عايزين ندخل محتوى الكريم للبشره. عارفه ازاي ان احنا عندنا بشره يعني بتتفرم بتبقى يعني نانو. نعمة جدا جدا علشان ايه علشان تقدر تخترق البشرة بسهولة فالمكونات الاكتف اللي انا عايزاها ابقى انا ضامنة انها دخلت جوه بشرتي وده اللي انا محتاجة له يعني انا محتاجة. فعشان كده ماسي دور جولد انا بحبه ليه امتصاصه كمان سريع انا مش عايزه حاجه خاصه بشرتنا دهنيه انا قوي يعني ما بنحسش باي ازعاج خالص لا خالص 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 لما تحطيه ما فيش اي احساس المزيت او اتملمس الكريمي ده لا انا عايزه كله يبقى جوه انا عايزه كله يبقى جوه عايزه الكولاجين بتاعي عايزه الالاستين عايزه كل الحاجات دي تبقى جوه فالنانو تكنولوجي طبعا دي من ضمن الحاجات الرائعه مع ماسي دور جولد. انا بشكرك على وجودك معايا النهارده كنت ضيفه عزيزه عليا وعلى قلبي دكتوره هند نصير المدير التطوير والابحاث في شركات ماسي فارم. احنا حلقتنا خلصت شوفونا يومين الساعه 3 والاعاده بتكون 8 صباحا تاني يوم وكل الحلقات هتلاقوها على اليوتيوب. اي حد عنده سؤال او استفسار صفحتي الشخصيه هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي تقدروا تتواصلوا معايا من خلالها وان شاء الله اجاوب على الاسئله كلها. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يوم طولان. سلام عليكم.